بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله المعطي جلائل النعم، المكرم لمن ناجاه بلطائف رحمته، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على حبيبه المصطفى محمد وآله الأطيبين الأطهرين الحسين قدوة الثائرين. نعيش نفحات عشرة المحرمة المفعمة بأعظم الدروس الخالدة في تاريخ البشرية، ومنها تستلهم الأمم والشعوب التواقة للحرية زادها الثوري من أجل الخلاص من الطغاة على مر الأزمنة والأمكنة. فمن الحسين القدوة في القيم والمقاومة والصبر والإقدام والشموخ والشجاعة. نستلهم معاني الإباء المحمدية والشجاعة الحيدرية والتضحية الفاطمية والثبات الزينبي والثبات الحسني التي رسختها الدماء الحسينية والصرخة الزينبية في قلوب العاشقين للكرامة الإنسانية. ومنها نتوجه إليكم يا شعب الكرامة والعنفوان بأربع رسائل مقتضبة. الرسالة الأولى لقامات المجد ثوارنا الأبطال: أيها الثوار في سوح المقاومة والدفاع المقدس، يا من اتخذتم من الأكبر والقاسم قدوة في الثبات والمقاومة، وعاهدتم الله أن تكونوا في طليعة الركب الثوري، وغرستم أقدامكم في الصفوف الأمامية دفاعا عن شعبكم وتمسكا بأهداف ثورته، ضحيتم بدمائكم فكان منكم الشهيد، وضحيتم بزهرة شبابكم فكان منكم الجريح، وضحيتم بحريتكم فكان منكم الأسير، وضحيتم بأمنكم فكان منكم الطريد. أيها الأكبريون، أيها القاسميون، اسحقوا مغريات الدنيا تحت أقدامكم، ورصوا الصفوف نحو تحقيق الأهداف السامية، ولتتل ألسنتكم دوما آيات المقاومة: ألسنا على الحق؟ إذن لا نبالي وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. الرسالة الثانية لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمطاردين: أيها الكرام، بشهدائكم وجرحاكم وأسراكم ومطارديكم قدمتم وما زلتم تقدمون التضحيات العظام، لأنكم اتخذتم من الحسين قدوة في الجهاد والتضحية، ونهلتم من مدرسة كربلاء العظيمة كل الدروس والمعاني السامية. ففي كربلاء نجد الشهيد كالحسين وبنيه وصحبه، ونجد الجريح كأبي الفضل العباس، ونجد الأسير كزين العابدين، ونجد الطريد كمسلم بن عقيل. إنها مدرسة الحسين الكبرى، فهنيئا للعوائل التي خلقت بصبرها وتضحياتها كربلاء ثانية، هي أكبر البطولات في تاريخ البحرين المعاصر. الرسالة الثالثة لقادة الكرامة وتيجان الوطن: تطل عاشوراء بقاماتها العالية، ولا يزال قادة الكرامة وتيجان الوطن صامدين بشموخ وكبرياء في السجون، فلهم منا أسمى التحيات الثورية، وعهدنا معهم أن نكمل المسير حتى تحقيق الأهداف السامية التي نص عليها ميثاق اللؤلؤ. فقريبا ينكسر القيد وينبلج الفجر الجديد ويقتص المظلوم من الظالم. الرسالة الرابعة لشعبنا الصابر المقاوم: أيها الكربلائيون في ثورتكم وحراككم، يا من اتخذتم من الإمام الحسين عليه السلام قدوة ومنهاجا، ليبقى شعاركم الحسيني الزينبي بوجه من ظلمكم: تالله لا يحكم فينا ابن الدعي حمد بن عيسى وزمرته المجرمة. ختاما، إن للحق دولة وللباطل جولة، وها قد شارفت جولة الباطل على الانتهاء، فلن يصمد جيش الاحتلال السعودي
أمام ثورة شعبنا ومقاومته المشروعة، ولن يحمي جيش المرتزقة يزيد الأصر حمد بن عيسى، فقد آن أوان رحيله إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه. وستزلزله صرخاتكم يا عشاق الحسين، وتؤجل سقوطه القادم، وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وثبت لنا ولهم قدم صدق عندك يا كريم. صادر عن ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، موسم عاشوراء 1435 للهجرة.